مهندس محمد عبد الظاهر، بنرحب بيك معانا وقناه الحياه. كل سنه وانتم طيبين، منورين اسكندريه. طبعا ما فيش اجمل من كده، ما فيش افضل من احتفاليه تكريم نور الشربيني المصنفه الاولى او بطله العالم للسكواش. وما فيش افضل ولا اجمل ولا احسن من نور الشربيني، مش الاحتفاليه هي نفسها شرف ورمز كبير جدا بقى من رموز الشباب ورموز مصر. خرجتنا من دائرة الكتاب اللي احنا كنا عايشين فيها ورفعت روحها المعنوية لمصر كلها الحقيقة، فاحنا بنشكرها الحقيقة. هي مش بطولة واحدة، ده هي كذا بطولة حققتها في حاجة واحدة، وكفاية إصرارها وعزيمتها وروحها الجميلة اللي كانت موجودة في الماتش واللي شرفتنا كلنا وحسستنا ان في امل في بلدنا كبير جدا، وهي يعني فخرها بمصر ده مخلينا كلنا جسمنا مقشعر من الوطنيه اللي هي بثتها في روحنا كلنا. مع المحافظ يعني نور ضربت كل الارقام القياسيه ونجحت انها تثبت جداره في الحصول على رقم واحد، وطبعا اكيد المحافظه او حضرتك هيبقى في حاجه لتكريمها خاصه بنور. هي اللي مكرمانا كلنا، محدش فينا بيكرمها الحقيقة. احنا مش جايين نكرمها، لان هي اكبر من كل التكريم الحقيقة. احنا النهارده كلنا موجودين عشان نتكرم ان احنا جينا وباركنا لها، لان احنا اللي مش هيبارك لها ويهنيها هو يعني مقصر في حق نفسه وفي حق بلده. فاحنا النهارده اللي متكرمين بوجودنا جنبها الحقيقة، فما فيش اي تكريم هي يعني هي تستاهل اكبر من كده بكتير الحقيقة. فعشان كده الحقيقة احنا جايين، انا اللي بتكرم ان انا جاي اكرمها. نور يعني نور، كنت تحلمي بان انت تقفي في الموقف ده وانت تكوني المصنفه رقم واحد على العالم؟ اكيد. ميرسي جدا، وانا حضرتك انك جيت، وانا بالنسبه لي ده التكريم، يعني ما اقدرش ابقى محتاجه حاجه اكتر من كده. انا كده بالنسبه لي يعني ان الناس مبسوطه وفرحانه ومقدره ان انا عملته، ده بالنسبه لي كل حاجه، مش هبقى محتاجه حاجه اكتر من كده يعني. واكيد يعني ده كان طول عمري حلم ان انا اقدر اوصل لكده، والحمد لله قدرت ان انا اوصل له، وفعلا مبسوطه جدا ان انا موجوده هنا والناس دي كلها موجوده يعني. نور، اصحاب الفضل في وصول نور الشربيني لرقم واحد. هو اكيد يعني ما اقدرش اعمل حاجه لوحدي، يعني اكيد لازم يبقى ورايا ناس كتير، اكيد اول ناس طبعا اكيد مامتي وبابايا واخويا، يعني دول عيلتي نفسها، كانت معايا من وانا 6 سنين على طول ورايا ومسافروا معايا في كل حته، فهم تقريبا ليهم اول فضل بقى يعني الحمد لله بعد ربنا يعني. واكيد طبعا مدربيني رشدي مبروك وكريم شهيب وليد المسلمي، دول اكتر ثلاثه كانوا وقفوا معايا برضو، يعني اعتقد ان هم دول اساس كل حاجه يعني. اكيد طبعا في نادي بيوفر لي كل حاجه، وكمان الوزاره الحقيقه وكل حته حتى موفرين لي كل حاجه، فاكيد كل ده بيتكمل لحاجه واحده في الاخر يعني. ايه اللي في اسكندريه نفسك تشوفيه قدامك معالي المحافظ موجود؟ قولي له انا نفسي يحصل كده في اسكندريه على ايدك. لا انا بص، انا بالنسبه لي اسكندريه ديت يعني مكاني المفضل، وطول عمري ما اقدرش اعيش بره اسكندريه، ويعني احنا كناس في اسكندريه احنا بنحب اسكندريه كده ومبسوطين بوجودها كده يعني. معالي المحافظ كلنا بنفخر باسكندريه، وبصمات معالي المحافظ بدات تبان على اسكندريه. اشكرك واشكر نور الحقيقه على كلامها الجميل اللي بتقوله ده، لان هي يعني نوع من الناس النادرين الحقيقه، ودي سمه الابطال. فانا بشكرها لان كلامها كان جميل ومؤثر فيها الحقيقه، وهي واسرتها جميعا والنادي اللي تربت فيه والنادي اللي اشتغلت فيه، كل النوادي دي الحقيقه وكل اسكندريه. اسكندريه جميله جدا يعني، انت حضرتك موجودين، النادي اللي هي موجوده فيه ده من الاماكن الجميله المحترمه، واعتقد ان احنا هنعمل كل الجهد عشان اسكندريه تليق بانها تبقى مصنع للابطال يعني. لكن احنا عايزين نعمل لها كل حاجه في الحته اللي هي ساكنه فيها وفي الشارع بتاعها، انارته ورصفه وكل حاجه، ونسمي شارع باسمها يعني، وهي بقى ترمز اسم الشارع بتاعها باسمها. هنعمل لها اسم الشارع باسمها ضروري. ايه رايك؟ وهننور الشارع ونرصفه ونوضب لها الحته بتاعتهم كلها عشان خاطر الناس كلها هناك تتشرف ان نور ساكنه في وسط الشارع بتاعها. فرصه يعني طلباتك مجابه مع المحافظ، يقول لك اطلبي وانا هنفذ. طلباتك ايه؟ ده بالنسبه لي شرف يعني، اكيد ومش هقدر ان اطلب حاجه اكتر من كده. بنقول لك الف مبروك ودايما مشرفه ان شاء الله. ميرسي جدا. مع المحافظ مشرفنا، ودايما احنا بنفخر ان احنا اسكندرانيه، وبنفخر بوجود محافظ مجتهد زي حضرتك معانا. انا اللي بفخر ان انا بشتغل في محافظ اسكندريه وموجود مع البطله العظيمه دي. شكرا. هتاني اقول كده يعني. شكرا لزميل محمد الجزار يعني على التقرير ده. الحقيقه محافظ اسكندريه شخصيه محترمه جدا، ويعني مهم جدا ان يكرم بطله زي نور بالكلام ده، ومهم جدا ان هو يشد يعني من ازرها بشكل كبير كده. وببارك لها وببارك لاسرتها كلها، وببارك لمحافظ اسكندريه وكل المسؤولين
طبعا، والف مبروك يا رب دايما تبقى يعني ابطالنا كده على المستوى اللي النور عليه. ده دي